وهل الحب يا فندم والاهتمام ممكن يطلبوا ولا الاهتمام ما بيطلبش؟ والنهارده في قد المقام هنحكي عن شعر الحب وتأملات في أشعار حسين السيد. بس أنا معايا تليفون. ألو. ألو. أيوه مساء الله. إيه الألو الحلوة الحنونة أهلا دي؟ أهلا، ده أنت الجميلة يا حلوة يا أمورة. ميرسي يا مدام سمية. إزيك؟ بتكلميني منين؟ من الزيتون. الزيتون أجدع ناس، أحسن ناس يا حبيبتي. مساء الفل. أجدع ناس. قوليلي، الحب والاهتمام ممكن ينطلبوا؟ وحياة ربنا المعبود يبقى دمه تقيل، وحياة ربنا كمان مرة يبقى دمه تقيل للي بتطلبه واللي بيقول لها، يعني الطالب والمطلوب. لا 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 صح. وهي لو هي قالت له قول لي بحبك، تبقى دمها تقيل، يبقى يعني ما تلقش في الدلع. شفت ايه؟ قول لي بحبك. ما لو عايز يقول لك يا منيله يحبك يحبك. شفتي الاستاذ حسين السيد لما كتب قول لي حاجه؟ عفوا، لما كتب عبد الحليم وقال قول لي حاجة، أي حاجة، قول بحبك، قول كرهتك، قول قول ما يهمكش حاجة، قول لي عايزك، قول لي بعتك، يعني حتى قول أي حاجة يا أخي. هي خارصة؟ يمكن خارصة. يمكن. والنعمة يا أختي خارصة، وهو مش واخد باله إن هو اتجوز خارصة. مع احترامي للخرص، والله ده الخرص جمال. مريحين نفسهم من لوك 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 لوك. انت اول مره تكلمينا في قد المقام. لا انا كنت بكلمك زمان، مش عارفه انت كنت برنامج ايه على فكره. بسمت بكر دي انا 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 انا, أنا حافظاه. يمكن الشغل اللي قبل كده، يعني خلينا في قد المقام. خلينا في قد المقام. خلينا في قد المقام. عايزك تسمعي معايا ايه مدام سمية؟ عايزة أسمع كاظم الساهر، يا ريت في المحكمة. أو أشكيك لمين وأنت الحبيب وأقرب لي من أقرب قريب. يا أختي حلو، أنت برج إيه؟ السرطان. يا أيوة روح يا قلبي. سلام، رومانسي وجميل، يعني رومانسية على نفسية. عناية. بصي انا بشغل طبعا اغاني قديمة او مطربين جداد مغنين اغاني قديمة، لكن هشغل لك كاظم الساهر المحكمة، لانك اول مرة تنوريني في قد المقام. وهي على فكرة المحكمة يعني بتقول الموضوع ده، هي بتشتكي من الحب وهو بيشتكي من الحب، وكان هو هاملها وبيروح لاصحابه، وبعد كده رجع لها، وبعد كده حن لاصحابه تاني. يعني حدوته، والله حدوته. عينيا يا حبيبتي، عينيا. ميرسي يا روح قلبي، وانا سعيده ان انا اتواصل معاك. نورتيني على دماغي، شرفتينا وشرفتي راجل. انا بكلمك تاني ان شاء الله. ارجوك، انا جمعه وسبت منتصف الليل وحتى ثانيه صباحا. حلو الليل واخره. الليل واخره. الليل واخره. نورتيني يا روحي. يعني انت موجوده بكره؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا قلبي. شكرا. تحت امرك. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. وهل الحب والاهتمام بينطلبوا يا جماعه، ولا المفروض اللي بيحب يهتم من نفسه؟ عايزين نسمع كمان. وهل الحب والاهتمام يا جماعة ممكن ينطلبوا، ولا الاهتمام والحب ما ينطلبش؟ يعني ممكن ما نطلبوش، ممكن نشغل غنوة لحسين السيد. طب أفكركم سريعا ببعض أغنيات الأستاذ حسين السيد اللي بنتكلم عنه النهاردة، شعر الحب وتأملات في أشعاره. عمل عبد الحليم إيه؟ هقول لكم سريعا كده عشان اللي عايز يبعت لي على 199 أو يسيب لي تعليق على بوست قد المقام بالغنوة اللي عايز يسمعها. عمل عبد الحليم بيع قلبك، بيع قلبك بيع ودك شوف الشاري مين. هو بيقول لك انا علشان كنت تاجر فالتجاره اثرت عليا، فعملت بيع قلبك بيع ودك وكده. عمل له توبه، ويا قلبي يا خالي، وظلموه وشغلوني، وقول لي حاجه وعقبالك يوم ميلادك، وحاجه غريبه وجبار وفاتت جنبنا وعشانك يا قمر واهواك. عمل لعبد الوهاب، اجري 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 وديني وصلني، وساعه ما بشوفك ساعه ما بشوفك جنبي. انا بتهيالي ايه؟
بغني لان ايه الاغاني الحلوه دي. وعمل له كمان هاني الود وعاشق الروح والجيل الصاعد الاغاني الوطنيه بقى وحكيم عيون وبلاش تبوسني في عينيا وبفكر في اللي ناسينه ويا مسافر وحدك. يعني يا سلام على جمال. فريد الاطرش عمل له ارحمني وطمني قالت لي بكره يا ابو ضحكه جنان. فايزه عمل لها لا يا روح قلبي انا وقدرت تهجر وخاف الله خاف الله كان بيقولها فؤاد المهندس في احدى المسرحيات وست الحبايب طبعا وحمال الاسيه. وعمل لها يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا حبيبي يا اخويا الادهم الصديق مسا مسا ممكن غنوة الجورج وممكن مداخله حاضر يا ادهم. محمد شريف مساء الخير واستعد عليك يا استاذه بسنت. بصي يا استاذه بسنت اما بيكون الحب من القلب للقلب وحب بصدق وحب حقيقي عمري ما هيبقى فيه طلب بالاهتمام عشان وصلوا لمرحلة الحب الحقيقي. طب بيعيش يا حبي مش حب على الهامش عشان الحب الحقيقي ما بيطلبش فيه اهتمام عشان القلبين بقى واحد. وسمعني حبك نار مش عايز اطفيها. يعقوب خيري صباح الفل يا يعقوب بيقول الحب والاهتمام لا يطلب المفروض اللي بيحب بيهتم من نفسه. ولاء الجداوي صباح الخير يا بسنت الحب اهتمام ايه بيكون اهتمام وخوف وبعض الاحيان بتكون فيها شويه غيره من شخصين. عايز اسمع قلبي ومفتاحه حاضر يا ولاء قلبي ومفتاحه بس هي مش كلمات حسين السيد بس حاضر عينيا نسمع. سمعكم غنوه من كلمات شاعر الحب حاجه كده حكايه حكايه حكايه. تصدقوا ان النهاردة اول يوم في شهر شعبان اول جمعة في شعبان. كل سنة وانتوا طيبين. الايام جريت بسرعة جدا جدا وخلاص رمضان من بكرة يبقى خلاص عدى تنازلي 29 يوم ونستقبل مع بعض الشهر الفضيل. ربنا يرضينا جميعا ويكتب لنا الخير ويبقى كل بيت مستور ما فيش حد عيان ولا حد تعبان ولا حد زعلان والناس كلها فرحانة والقلوب كلها مترادية. قولوا آمين. ولاء الجداوي تسلميلي يا بسنت على غنوة فريد. ربنا يراضيكي زي ما انتي مراضية مستمعينك. بموت فيك يا بوسي الله. ربنا يراضينا جميعا حبيبتي. عبد الرحمن محمد مساء الفل. ميدو عصام مساء الفل. أشرف النجار الحب هو زهرة تزرع في قلوب الأحبة. الود والاهتمام ترويها والبعد والتجاهل تفنيها. مساء الورد والياسمين ونفسي أسمع غنوة عبد الحليم حافظ رسالة من تحت الماء حاضر عيني. مين كمان يعقوب خيري بسلم عليك. أم ياسين شغلتلك أهو يا مسافر والنسي هواك ريدك والنبي يا عم انت ريدك. عبد الرحمن محمد فعلا الاهتمام ما بيطلبش. شهندة الجمال صباح الفل عليكي. احلى حاجه في البرنامج بيعمل ريلاكس اخر اليوم. يا ريت جبار بصوت حليم عناية يا فندم. مين كمان طب تعالوا نروح لحسين السيد. حسين السيد الحقيقه يعني باغنياته تقدر تقول انه عمل نشيد لكل مناسبه للمصريين. يعني ما تيجي مثلا احنا في شهر 3 ومارس يعني شهر المراه عالميا يقول لك شهر المراه وفي طبعا عيد الام وهو اللي كاتب ست الحبايب. بس انا الحقيقه ما بحبش اشغلها لان انا بشوف انه يعني شوفوا انتوا بقى موافقيني على الكلام ده ولا لا. انا بشوف ان الغنوه قاسيه قوي وعيد قاسي قوي. يعني الواحد اللي امه مشيت يبقى موجوع جدا وهو بيسمع الغنوه والواحد اللي مامته موجوده وربنا يخلي كل الامهات يا رب يبقى قاعد مرعوب من اليوم اللي هيفقد فيه امه مثلا لا قدر الله ويسمع الغنوه دي. يعني الحقيقه يعني مع احترامي طبعا لفكره عيد الام والغنوه العظيمه اللي غنتها فايزه وعبد الوهاب كمان ست الحبايب وكلمات حسين السيد اللي بنتكلم عليه النهارده مش عارفه بس يعني طيب ماشي بس محدش يطلبها مني علشان ايه ما نقعدش بقى كلنا نمسك مناديلنا ونقعد نبكبك. ربنا يسعدكم جميعا. حسين السيد كتب لكل الفنانين يعني يمكن يعني بعضنا ما نعرفش مين حسين السيد بس لما قلبك يدق كده وتسرح مع نفسك مع غين ولا عبد الحليم ولما عينك تتدمع لما تسمع ست الحبايب ولما تضحك من قلبك في رمضان مع فؤاد المهندس وصباح وهم بي
بيقولوا الراجل ده هيجنني هي. لازم تفتكر حسين السيد، ولما تسمع يا ابو ضحكة جنين لفريد الأطرش يعني، وكلماتها تشدك، وغناها طبعا فريد لفاتن حمامة، تعرف انها كلمات حسين السيد. لما تسمع توبة قلبي توبة 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 ان كنت احبك تاني توبة. وقول لي حاجة بقى، قول لي حاجة اللي بنين عليها موضوعنا النهاردة، الاهتمام ما بيطلبش. احنا لازم نقول يعني، لازم تطلب من حبيبك وتعمل زي ما عبد الحليم كده في الخطايا وقعد. بس قول لي اي حاجة، قول 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 وما يهمكش حاجة، قول يعني، قول قول وخلاص يعني. الاهتمام حضرتك ما بيطلبش. عايزة اسلم على انسي انتون رياض وماجد فايز وحمادة المصري وسعاد نصر ورشدي الدقن، حمادة المصري دسوقي، اماني الشوتيلي، احمد ابو عزة، يمنى فاروق، برنسيس ياسو، اية خالد، محمود بكر، احمد ابو علي جاحر، أيمن الجبلي، بهاء نصر، وشكري، أحمد حسان الوكيل. بيقول لي مساء الخير يا بسنت، أنا تاني مرة أسمعك، تاني مرة، ده احنا بقالنا 5 سنين في قد المقام يا عم انت، وبستنيكي من الأسبوع اللي فات. بالنسبة للحب الأيام دي بقى حب مصلحة، مش زي زمان التليفونات والسوشيال ميديا دمروا حاجة اسمها حب. الحب والاهتمام ده أيام زمان، أيام الجوابات، كان ممكن الواحد مشتاق لحد ومش عارف يشوفه أو يسمع صوته، فلما يشوف اللي بيحبه كان بيحس بلهفة وشوق. دلوقتي التليفونات، مكالمات، واتساب وكده، بقى زهقوا من بعض بعد أول أسبوع. مستنيكي تردي عليا، بعتلك هذا المساء من طهواي السمبلوين، بلد الست، بلد الست. طهواي طهواي ايه طهواي؟ طب مي الزهيرة تقصد؟ مش سمبلوين، خلي بالك انا من المنصورة، انا من الدقهلية. طهواي ولا مي الزهيرة يا احمد؟ ابعت قولي. عبد الرحمن محمد، الحب شعور جميل ورائع، بيملى الحياة سعادة ومرح وتفاؤل وامل، واجمل علاقات الحب هي العلاقات القائمة على الصدق والمودة والاخلاص والتفاهم، فيتعلق المحب بحبيبه ويحاول اسعاده بشتى الوسائل والطرق الممكنة. يا سلم يا سلم يا عم عبد الرحمن. أحمد أبو زيد، ازيك يا بسنت، حلقة موفقة يا جميلة، أشكرك. ميدو عصام، مدى الحناوي، حاضر عينيا. هيا خالد، مساء الفل يا هيا. يمنى فاروق، مساء الفل. عمنا حسين السيد يا جماعة، طبعا عاش طفولته في طنطا ومع خاله، وكان خاله شيخ لأحد التكايا اللي بتجمع فيها الدراويش، وده أثر كبير على إحساس حسين السيد بالمزيكا والشعر. عبد الوهاب كان يقول على حسين السيد يجيب لي الكلام متلحن، يعني يقول لك اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، يقول لك كده موزون وفي مقفة يعني. بعد كده ساب طنطا الاستاذ حسين السيد وراح عاش هنا في القاهرة في منطقة الخرون فش. انتوا فاكرين الخرون فش؟ حيث كان في الخرون فش ده يا جماعة بيطلع من المكان ده كسوة الكعبة الشريفة زمان، ودخل مدرسة فرنساوي اللي هي الفرار، وتفوق على جميع زملائه في اللغة العربية. وفي مرة من المرات، هو طبعا كان عنده أستاذ لغة عربية اسمه الأستاذ مرجان، وكان حاسس بحب حسين السيد للغة العربية. المهم في مرة من المرات جه الأستاذ زكي مبارك المشرف على المدارس الأجنبية في زيارة للمدرسة اللي فيها حسين السيد، وطلب منهم يكتبوا موضوع تعبير في موضوع كل إناء بما فيه ينضح. شفتوا؟ تخيلوا بقى، كل يكتب موضوع تعبير إنشاء يا باشا في كل إناء بما فيه ينضحوا. المهم ان الولاد التلامذة كتبوا، ما حدش يعني قبل بلاء حسنا الا الاستاذ حسين السيد، كان طفلا يعني، وخد 5/10. لكن طلع على السبورة وكتب شوية كلام شعر مقفى، فرجع تاني زكا مبارك لقى على السبورة كده كلام، قال مين اللي كتب الكلام ده؟ فالاستاذ مرجان بقى الاستاذ اللغة العربية قال له ده الطالب حسين السيد هو اللي كتبه، صبي حب الشعر، وكان صغير لسه حسين السيد. قال له طيب خلي بالك منه علشان هو هيكون له مستقبل باهر. كان كاتب ايه بقى؟ كان كاتب على السبورة الطفل حسين السيد في الوقت ده: ست الحبايب يا ام حسين، جرالي حادثة من ساعتين، والمنفلوطي راح مني، عايز مساعدة كده بقرشين، اروح اجيب بيهم كتابين، الرفعي اصله مجنني. يعني بص، كان لسه بيبتدي، لكن واضح هنا، شوف المنفلوطي والرفعي القراءة مسيطرة عليه. بما اننا بقى في اول شعبان وداخل علينا ان شاء الله كمان 29 يوم يبقى رمضان،
والاهتمام يا جماعة ما بينطلبش، لكن ممكن نطلب بسبوسة عادي جدا عادي. ريهام سيد ممدوح، مساء الصحة والعافية، مساء الفل حبيبتي أسماء أبو زيد. يا ريت تسمع شادية، سمعناها يا أسماء. أشرف النجار، بسلم عليك. سارة محمد الجمال، بسلم عليكي. طول المرارة مش هتتحمل. مش هتتحمل إيه بالظبط المرارة دي؟ والله إحنا ظالمينها معانا. مين كمان مين كمان؟ كنت لسه شايفة الرسائل اللي بعتولي على 199. عبد الرحمن محمد، كل سنة وحضرتك طيبة، رمضان كريم. الله أكرم عليك يا عبد الرحمن وعلى كل حبايبك. محمد شريف، قول لي حاجة، أي حاجة، قول بحبك، قول وما يهمكش حاجة، بس ما تقولش حاجة تزعل، خد بالك على كلامك لا تجرحني. صح برنسس ياسو، صباح الخير على أحلى بسنت. ممكن يا غريبة الداري، وصبحيني غنوة جديدة. تعرفين في قد المقام، احنا جمعة وسبت 12 بالليل بنشغل الأغاني القديمة. مين كمان؟ احمد حسن الوكيل بيقول طماي يا بسنت. ايوه ما انا بقول يا عم احمد، طماي الزهير. انت قلت لي طمهاي، انا قلت فيه والله طمهوي، قلت فين في السنبلاوين دي يا اخوي. بيقول لي انا حسيت انك من الدقهليه، شكريني يا عم عشان نخف دمك ان شاء الله يخليك. طيب تعالوا نرجع لعمنا حسين السيد. سؤال طرح نفسه، ليه ما اشتغلش مع ام كلثوم؟ يعني كل هذا المنتج الفني العظيم مع كل نجوم الزمن الجميل، وما اشتغلش مع ام كلثوم. علشان هما كانوا بصوا معسكرين، معسكر عبد الوهاب ومعسكر ام كلثوم. كانت في بقى ايه يعني زي غيره ومنافسه ما بين عبد الوهاب وام كلثوم، فاللي يشتغل مع عبد الوهاب يعني صعب شويه يشتغل مع ام كلثوم، لغايه ما جه رئيس الراحل جمال عبد الناصر وجمعهم في لقاء السحاب انت عمري في اوائل الستينيات، وسماه لقاء السحاب افتكر الاستاذ الصحفي والشاعر الغنائي برضو جليل البندير. فعشان كده يعني حسين السيد كان بيكتب كل شغله لعبد الوهاب، وحتى قعدوا يقولوا له هو انت ملاكي لعبد الوهاب، انت كل الشغل لعبد الوهاب، يغنيه عبد الوهاب ويلحنه عبد الوهاب. قال لهم والله احنا يعني تيمه شغل كده مع بعض. عايز احكي لكم على قصه غنوه قول لي يا ملك ايه قلبي، كان بيغنيها حسين السيد سري. قول لي يا ملك ايه سري، سري ده بقى حارس العماره بتاعه حسين السيد اللي بناها. وبالمناسبه برضو في مره كان ماشي هو عبد الوهاب وقال له تعالى بس علشان اروح للمقاول اللي بيبني العماره، قال له يا الحمد لله خلصتها، قال له اه، قال له طب يلا بتاع عقبال التانيه، قال له لا توبه توبه ان كنت اعمل كده تاني. فمن هنا كتب مطلع توبه ان كنت احبك لعبد الحليم. قول لي عمل لك ايه قلبي، او قول لي عمل لك ايه سري، كان البواب بتاع العماره عنده اسمه سري او حارس العقار، وكان بيتعامل بمنتهى الفظاظه مع سكان العماره. ومره ايه يعني اتخانق مع طبيب مشهور ساكن في عمارة حسين السيد، فراح يشتكي له، فقال له بص بقى يعني حارس العمارة ده سري ده، انا بعد كده انا عامل لك حساب وحاجات كده. فقام حسين السيد قال له قول لي عمل لك ايه سري وطلعت قول لي عمل لك ايه قلبي.